السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. هذا النهار دابا غادي نديرو الحلوه ديال الكاكاو. شوفوا المقادير: 1 كيلو الكاكاو وحصو يكون هكا احمر راه خضر، و 3 ديال البيضات، 3 ديال معلق ديال الكونفيتير، ملح ونص كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال السنيده والفاني، خميره وسكر كلاصي. من بعد دابا ندوزو باش نطحنو كاكاو. سالينا الطحين وخاصو يكون بحال هكا. دابا نبداو نخلطو. حنبداو البيض هو الاول. فوالا، دابا غنديرو السنيدة. نديرو الزيت، كريسة ديال الملحة، نزيدو الكوفيتير، غنزيدو الفاني، دابا غنزيدو الكاكاو. دابا سالينا، نديرو ربعة ديال السوايع في الثلاجة. بعد ما نخرجو الثلاجة ونديرو الخميرة. دابا دازت ربعة ديال السوايع، دابا غنكملو الخليبة ديالنا. دابا غنديرو الخميرة، معايا كاج الحميرة،
تبات معاكم باش نكمل حلوه كاوكاو كما كتشوفوا. صراحه مريم هي اللي دارت كل شيء، ولكن عيات في التعليق قلت لها انا نكمل عليك. نتمنى تكون مريم عجبتكم في التقديم، ومهم قولوا لي كي جاتكم. سي فغي بشويه العربيه شويه عندها شويه ثقيله، وداك الشيء انا علاش كنتقلى معايا الكوزينه باش تسرح لي الهضره مزيان بالعربيه. ودابا كما كشفتوا حتى كورت كل شيء، كنبقى كنكور ندير كورات صغيورين ونديرو في السكر كلاصي ونحطوه في الطبسيل، وضروري كنبرك عليهم هكا بصبعاني هكا من الفوق، يعني حلوة كاوكاو معروفة. وانا كتعجبني صراحة هكا في رمضان، ضروري انا في رمضان كنديرها مع هكا كنشربها كنشربها هكا مع قهوة ولا مع اتاي مور الفطور، صراحة كتجي زويونة باش كنخرجو داك من دوك المعسلات ديال رمضان، يعني معسلات كل نهار معسلات شوية كتلعى صراحة في الراس. داكشي كنفضل انا ديما كندير هاد الحلوه كاوكاو كتجي لذيذه. مهم كما شفتوا دابا كنبرك عليها هكا، وقبل ما ندخلها الفران انا دخلتها هكا الفران ودرت لها حبيبات كاوكاو من الفوق، يعني هادو اختيارين اللي بغى يديروا اللي ما بغاش ما يديروهمش. صراحه كتجي فنه وكتجي هشيشه من الداخل كما شفتوا ولذيذه، وما فيهاش صراحه السكر بزاف. انا درت فيها غير كاس ونص، تقدروا نتوما بحال دابا اللي كتجيبها السكر زيد حتى جوج كيسان كما كتشوفوا، صراحه كتجي لذيذه. وهادشي اللي كاين، وكنقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.